شهر نوفمبر. شهر نوفمبر هو شهر التوعية بسرطانات المسالك البولية. يوجد العديد من أنواع سرطانات المسالك البولية التي يصاب بها الرجال والنساء على حد سواء، مثل سرطان المثانة وسرطان الكلى وسرطان الغدة الكظرية. بعض الأنواع الأخرى يصاب بها الذكور فقط، مثل سرطان أعضاء الجهاز التناسلي الذكري. لخدمات الكشف المبكر، الاتصال على 107 خدمة حياك أو على 16060 خدمة نسمعك. بالمعرفة والوعي نحمي أنفسنا.